كبرنا الحلقة من بعد ما عمرها ما دازت مزيد طبيعة الحال ما يمكن نكون إلا مرتاح الإدارة والشعبة والمختبر ديال الدراسات خدوا هذه البادرة من أجل حقيقة ماشي التكريم ديال شخصي أنا كشخص ولكن التكريم ديال واحد المسار ديال البحث وديال الكتابة ديال الترجمة ديال التأطير إيوا وفي هذا السياق هذا حضروا واحد مجموعة السيدة اللي تحت للفرصة باش نعود نشوفهم يعني من جديد شحال هادي ما تشوفنا كاين الإخوان اللي ناقشوا بعض الأجزاء من الحقيقة الموضوع اللي شغل بالي بزاف اللي هو التراث السياسي الإسلامي والأخ مصطفى النحال اللي خدم بزاف دار شوية على الموضوع ديال الترجمة أيضا اللي اهتميت بها تقريبا دابا راه حوالي 6 أو 7 كتب اللي تم ترجمتها ودابا نيت قريبا سيصدر كتاب ديال الاستاذه زاكسوس اون فام او بي دي فوقا وكذلك كنشكر الاستاذ الازهر اللي هضر على واحد الكتيب كيف في اكسبسيون ان بتي بو بارابور اسكو جي ديجا بيبليي تحرير الكلام في تجربه الاسلام كنصدر شحال هذا كنعاود فيه على علاقتي مع الدين بما لها وما عليها هو لك تلخصه هو نقد لتجارة الدين الدين مسألة شخصية حياة ما عنده تعلق لا بالقانون ولا بالدولة ولا تمشي حاجة عنده علاقة بدك السيد اللي كي يدير الشرائع دياله في صمت بلا ما يفرض على الآخرين كتبت بزاف في الصحافة مقالات أسبوعية مع أصدقاء كانوا رؤساء تحرير ما في الاتحاد الاشتراكي وإما في العالم وإما في يومية الناس ما بقاتش كتصدر الآن أو لا في الوطن الآن اللي كانت سميتو كنت كنكتب أحيانا مقالات أسبوعية يعني دامت سنوات على الاقل جيت نحسب انا نلقى شي 1000 مقال واقيلا اللي تنشر احيانا كيكون شي موضوع مثلا ديال الريع ولا ديال التعليم ولا شي حادثه ان في ديفير تنقدر نكتب عليه مقالات عندها شويه طابع نظري و سي با كونجونكتوريل ماشي زعما داير هذاك تحرير الكلام راه واحد مجموعة فيه كانت مقالات اللي صدرت ديجا يعني مقالات اللي كتبقى شوية ماشي مقالات يعني افيميغ جرأة ديها طبيعية ما فيها لا جرأة ولا والو ما عاد بهذا ملي كان خواف من راسه الله ما كاين لا جرأة لا والو الانسان حر خصو يهضر واخا كاين بعض شي حوايج اللي حدي الان في المغرب راه فيهم مشاكل فيهم ماشي تهضر على الدين هضر على الدين كيف ما بغيتي ولكن كاين بعض الحوايج اللي ماشي الدين تاع علاقه بالقانون مثلا ولكن واحد القضيه خصك تعرفيها هي ان ما يقال في المغرب اليوم لم يكن بالامكان ان يقال هذه واحد 5 سنين ولا 6 سنين مثلا واش قبل كان ممكن تقول المناصفه في الارث واش يمكن تقول الحق في سميتو في العلاقات الجنسيه الرضائيه الناس دابا كتناقش هذا الشيء وخصها تناقشوا واكيد شوفي الحياه هذا الشيء داك المظاهر ديال الحريه راه جايه قضيه الوقت وبنادم غادي يتكيف معها احنا في مختبر الدراسات السياسيه والحكمه الترابيه رأينا ان نحتفل بالاستاذ عز الدين علام من خلال قراءات يقدمها مجموعه من الاساتذه والباحثين في بعض الدراسات والابحاث التي قدمها وكذلك الترجمات التي قدمها الاستاذ ونحن في كليه الحقوق رأينا ان يكون هذا تقليدا حضاريا للاحتفاء باهل العلم واهل
العطاء وهذا واجب وليس بفضل. فهذا الاحتفال كان أبسط شيء يمكن أن نقدمه للأستاذ ونتمنى له الصحة والعافية وطول عمره. هذا تقليد يعني هي بادرة وكما رأيتم فالكل أشاد بها، ولا نحتفي بالأشخاص فقط ولكن نحتفي بأعمالهم لأن هم أهرام أعطوا الشيء الكثير للبحث العلمي، وهناك مجموعة من المنتجات الإنتاجات العلمية ومن الأبحاث. فأبسط شيء هو أن نسلط الضوء ولو لمدة جد قصيرة على بعض هذه الأبحاث، ويعني هي بادرة حميدة ونتمنى أن تستمر كل سنة وأن تعمم في جميع كليات ومؤسسات الجامعية المغربية.